عشان ما اقعش. يلا معانا عذاب جيتر بتقف ما شاء الله لوحدها، كانت حاله اصابه نخاع شوكي. انا عايزاكي واقفه لوحدك كده تورينا وتوري الناس بقى عشان تشجعيهم. يلا، هي اللي خدت الخطوه دي على فكره لوحدها، الدكتور مشي من وراها خالص، هي واقفه لوحدها خالص. هوريكوا ايديها الثانيه، برافو عليكي ما شاء الله. يلا هي دلوقتي بقت تمشي لوحدها خالص. احنا عملنا لكم فيديو ليها قبل كده، كانت ماشيه بس كنا احنا بنمشيها وساندينها. دلوقتي ما شاء الله دي حاله اصابه نخاع شوكي، بقى لها 3 سنين ما كانتش بتتحرك، ما شاء الله ماشيه لوحدها بدون مساعده اي حد. اللهم بارك ما شاء الله. حلوه قوي، مبسوطه منك بجد قوي قوي ما شاء الله، الله اكبر. حلو، بعد 3 سنين الحمد لله. بعد كده احنا بقى لنا 5 اسابيع بالظبط بنشتغل، بعد 5 اسابيع هي ماشيه لوحدها بدون مساعده. مشاكل يا جماعه.